مهما تجاوزت حدي فإني أوجه نحوك قلبا مذابا. إلهي إلهي وأنت قريب مجيب ناجيك أطلب منك الثواب. إلهي 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 وأنت قريب مجيب ناجيك أطلب منك الثواب. أتوب إليك إلهي متابا، ومهما تعبت أزيد اقترابا، ومهما تجاوزت حدي فإني أوجه نحوك قلبا مذابا. إلهي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج دمع التائب. ما أجمل التوبة في رمضان، وما أحلى هذه الليالي والأيام، ما أجمل النفوس وهي تقبل على الله عز وجل. كما اعتدنا نسمع قصة هذا التائب ثم أعود إليكم مرة أخرى. طلبت الموت وسعيت له، تعاطيت حبوبا وأصبت بحالة تسمم ولم أمت، كسرت كأسا ومزقت شرايين يدي اليسرى ولم أمت، أخذت مسدس أخي وكنت على وشك أن أفرغه في صدري، لكن أمي كانت أسرع مني ومنعتني. مع كل ما حدث كنت أفتقر إلى شيء، كنت أسأل نفسي دائما لماذا لا تعجبني هذه الحياة التي أحياها. حتى تعرفت في عملي على إحدى الأخوات الصالحات، بدأت أصلي وتركت الأفلام وسماع الأغاني، ومنزقت الصورة التي في غرفتي وتركت كل ما هو حرام، وها أنا على هذا الطريق الذي وجدته أخيرا. نعم، هذا ما كنت أفتقده وما كنت أريده، هذه هي الراحة وهذه هي الحياة التي أريدها. أريد رضا ربي، لا أريد إغضابه. أخي، إن في دموعي لذة الخائف من ربه، وفي صدري هواء نقيا لم أستنشقه منذ ولدت، وفي عيني نظرة تائبة خائفة من النظر إلى المحرمات. إنني أريد رأيك، ولكن قبل أن تحكم علي تذكر بأن الله يقبل التوبة، وأنا تائبة والله شاهد على ما أقول. أخي، أعطني رأيك ولا تبخل علي بنصيحة. أخي، أنا ما زلت أتخبط، فأمسك بيدي حتى يشتد ساعي. سمعنا قصة هذه الأخت فأقول لها: أختي، أنا بشر مثلك، فإياك والفزع إلى المخلوقين، عليك بالاعتصام برب العالمين، عليك بالإصرار له، بالتوجع بالأنين، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كم في الظلام له إذا نام الورى من زفرة في أثرها يتوجع، ويقول في دعواته: يا سيدي، العين يسعدها دموع رجع، إني فزعت إليك فارحم عبرتي، وإليك من ذل الخطيئة أفزع، فمن علي بتوبة أحيا بها، إني بما اجترمت يداي مروع. أيها الإخوة والأخوات، بشائر مبشرات، التائبون والتائبات بالعشرات بالمئات، أجفانهم تفيض بالعبرات، عبر الهاتف أطلقوا الزفرات، رسائلهم تئن بالحسرات والآهات. التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله،
فإن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، وإنما يحب الله من فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه. ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. قال: فأيس منها، أيس لم يجدها، أيس أن يجدها في الصحراء. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قادمة قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الناس قسمان: تائب وظالم. والله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن قسم العباد إلى تائب وظالم. أختي، أرجع إليك فأقول إن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره، أي فعل المأمور وترك المحظور، لأن الله علق الفلاح بها. ولا يكون العبد مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وأنت هنا تركت ما يكره وفعلت ما يحب، فهنيئا لك، هنيئا لك، استمري، اثبتي على هذا. كم في هذه القصة من عبرة، ليست لك لوحدك بل لكل أحد. اسأل نفسك أخي، هل لك قلب؟ هل هو حاضر أم غائب؟ هل هو حر أم أسير؟ فلم يبقى أخي إلا نفسك التي بين جنبيك، فجاهدها، حاسبها، طورها. الظروف مواتية، الأيام والليالي جميلة، الأسباب مهيئة، إن لم يكن الآن فمتى؟ استعن بالله، لا تعجز. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كما يقول عليه الصلاة والسلام. إنه رمضان يقلب الكيان، يهز النفس والوجدان. أين أنتم إخوة الإيمان؟ رمضان شهر التوبة، شهر المغفرة، شهر الإنابة، الرجوع إلى الله، شهر الصبر وتربية النفس. فإن لم تكن الانطلاقة من رمضان فمتى؟ نعم أيها الكهل، متى؟ بل أنت يا فتى قل لي متى؟ من أدرك رمضان فمات ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، كما يقول عليه الصلاة والسلام. أخطأت يا ذا العفو، سرت في طرق الأسى أمشي بذهن شارد، أرنو إليك بمقلة مكسورة فيها من العبرات أصدق شاهدي. يا رب أوهن قلبي الشاكي الأسى، يا رب ما جت بالأنين قصائدي، من ذا يفك الطوق عن عنقي إذا جمع الأنام في صعيد واحد. ما لي سواك إذا تضاربت الرؤى حول الصراط وجف ماء الراقد، وجهت نحوك يا مهيمن دعوة مشفوعة مني برهبة ساجدي. اللهم تقبل منا. إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخطأت يا ذا العفو حتى صرت في طرق الأسى أمشي بذهن شارد، أرنو إليك بمقلة مكسورة فيها من العبرات أصدق شاهدي. يا ربي أوهن قلبي الشاكي الأسى، يا ربي ما جت بالأنين قصائدي، من ذا يفك الطوق عن عنقي إذا جمع الأنام على صعيد واحد. ما لي سواك إذا تضاربت الرؤى
حول الصراط وجف ماء الرافدين. وجهت نحوك يا مهيمن دعوة مشفوعة مني برهبة ساجدين.